شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في المؤتمر البرلماني لحوار الأديان في مدينة مراكش المغربية على مدى يومين. نعم، تطرقت جلسات المؤتمر إلى سيادة القانون وحرية المعتقد والسلام والشمول، إلى جانب جلسات المناقشة العامة حول البرلمانات والزعماء الدينيين. انطلاقاً من مسؤولية البرلمانات تجاه تعزيز قيم الحوار والتقارب والعيش المشترك، تشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان المنعقد في مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، لتسلط الضوء على التجربة البحرينية الفريدة في تأصيل قيم التعايش والسلام. هذا المؤتمر يناقش على جانب مهم من قضية مهمة وأساسية تتعلق بالحوار بين الأديان ودور الفاعلين في المجتمع من رجال الدين وشخصيات المدنية، وأيضا من البرلمانيين كسلطة تشريعية، دورهم في الدفع بقضايا تتعلق بأهمية الحوار في المجتمع وتعزيز الوئام الاجتماعي، وفي نفس الوقت تؤكد على أن هذه الرسالة يجب أن تحظى باهتمام جميع دول العالم، لأن هناك مشكلة اليوم في العالم تتعلق بهذه القضية. في هذا السياق أؤكد على حرص ورؤية جلالة الملك المعظم لأهمية نشر السلام الشامل، والذي هو يمثل الحصن المنيع لحماية البشرية من الكراهية ومن الحروب، والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية. المؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان يستكمل ما بدأ في مملكة البحرين عند عقد الجمعية 46 للاتحاد البرلماني الدولي من دعوات للتعايش واحترام الآخر، انسجاماً مع الدعوة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها. ركزنا في هذه المشاركة على عدد من المحاور المهمة، منها على سبيل المثال محاربة الانعزال، لأنه يعتبر الانعزال أحد أكبر المهددات اللي تهدد الانفتاح وتقبل الآخرين والتعايش السلمي. ركزنا كذلك على الممارسة اليومية في المجتمع البحريني اللي هو مجتمع منفتح جدا ويتقبل الآخر ومجتمع متنوع جدا. أجرينا بعض المحادثات مع بعض الوفود الذي أخذت البحرين كمثال للتعايش السلمي، فهذا شيء ليس غريب على البحرين، كانت دائما داعمة للتعايش السلمي، وسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه كان من أكبر داعمين التعايش السلمي. مملكة البحرين تقدم اليوم نموذجاً مشرفاً وفريداً للتعايش السلمي في ظل العديد من المبادرات والخطوات الرائدة التي تعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم. امتداداً لجهود مملكة البحرين الداعية إلى السلام وتكريس قيم التعايش كأسلوب حياة لمجتمع متعدد، تأتي مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لتؤكد على دور البرلمانات الهام في تعزيز هذه القيم. لتلفزيون مملكة البحرين، سارة البدري، المملكة المغربية، مراكش.